أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الثاني ما يجزم في علين، وهو إن وإذ ما ومن وما ومتى وأي وأيان وأين وأنا وحيثما ومهما. فالأولان حرفان والبواقي أسماء على الأشهر، وكل واحد منها يقتضي شرطا وجزاء ماضيين أو مضارعين أو مختلفين. فإن كانا مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثاني وحده فوجهان. وكل جزاء يمتنع جعله شرطا فالفاء لازمة له، كأن يكون جملة اسمية أو إنشائية أو فعلا جامدا أو ماضيا مقرونا بقد، نحو إن تقم فأنا أقوم، أو فأكرمني، أو فعسى أن أقوم، أو فقد قمت. لبحثي أدوات شرطاب إن قلت من جوازيم دو بشن بشيشان يكفي المزوم لكنا وكت شوار حربونو بحث ما لكدن بشي دوام ما يجزم فعليني جوازيم يكن كدول أنا فعل مجزوم لك. وصورتي كي قشتي بحثي أدوات شرط لا هركتي بكي نحوي دا بحثي كي تولانية وبحثي كا قريو قول وقريو بوشكي زوري تدايا. جاء واني كا دو فعل مجزوم لك بقشتي فرميتي او إنو او إزما باشا او دوانا وباشان لإدامة دا من ما او تشوار متى او ايو او شش ايانا او اينا او هشت انا او حيثما او دا مهما او يانزا داني باس كدون بو هر يك اقلمانا كإما بصورتي چي بلين جورك بحثيان ليبكين ناچارن دبه كوملشتين لسر بلين جاري لسر او هميان اينا لأدوات شرطة باشا دلي لآخري بحثة كداها لآخري أو داك دقات حيثما ومهما دلي فالأولاني حرفاني أو دواني أول حرفا يعني إنو إزما حرفا بلاي مصنفه البد لإن دا اتفاق رأيه كإن حرفا بلام لإزما دانا اختلاف هيا يعني بلام أم رأي سيبويه بلا وراجحة كدلي حرفا بلا هنديش كالزانان رأي فارسي وزجاج وأوانان بلاوة راجحة كدلن بلين إزما هر اسمه لسزر فيه تكي خوي ما وتوانيو حرف نية بلام إن كاكا لا نو أدواتي شرطة تبعة دو فعل مزوم دكا يتشان شرطة يتشان جزاء لنو أدواتي شرطة أم البابا با دليل أوي كومل أحكامات هيا بوئن كبو أوكان كنية باشا مثلا بونمونا إن بظاهري عمل لك بمقدرش عمل لك بلان أو أدواتانيك حيثيهن أقا حزف بون عمل لك ملا أم أقا للفزي شا حزف بو ألان إن بتقديري خوي بتقديري إن مثلا فلان فعل مجزومة هر وكو أن بمقدرش عملي دكت إن جواه لنا وأدواتي جزمة بمقدري عملي خوي دكت وباشان يشي جكال لتايبة من دي إن كلا وكاني كدانيا فعل الشرط لدواء نوا زور حزف دبيت ودكتش تيجي كبتية تجيقاكي ودبيني جاريوا بدوا بلين فعل الشرط كدا كحزف بو مثلا دبيني اسم يقدر دل حركة جاء اسمك أو تبعة بيانجري أو كرير ده فعلك محذوفة چونك أدوات الشر ناس نسر اسم ما بس أويا كدواء أو فعلك حذف بو إن دشة تسر اسم وكو مثلا وإني امرأة خافت من بعلها نشوزا إيه بهاشا دي أم 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 تايبت من دي تفقط تايبت من دي إنا أو كانك الناس نسر اسمك فعلك عن حذف بوبه فقط وفقط دس نسر في صرف فعل جابوا يا إن أم البابا
واتفاق رأي ونظر هي لسر أو كإن بلينتيا حرفة بلان بو إزما رئيسي بوهي أويكا أو بيوايا إزما حرفة باشا إيه إزما لأصل دا أداتيكا لإزو لما تركيبوا باشا بس تقول إزما تقوم أقوم إيه أقل ليش أنت جاوكين إزبتن يظر في زمانه بو زماني ماضية ليرش دا لحديقي بنجا قصيدة ذكر الأواق مثلا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم إيه أو واضحة بلان إزما بلاي بشيكي زور لنحوية كان وكتابعي رئيسي بوهن علن حرفو بجيجي إنو مفيد شرطة إيه ودلن أمزا سؤالك دي تبيشوا ديخو أداة شر دبي لواقع دا بشنا سر فعلي مزارع يا بشنا سر فعليك أجر مازج بي بلان بمعنى مزارع بي چونك أدوات شر لتان تيق نجي هيتش كاتي ناسي دا سر فعلي مازي لهر شوينك دا أجر أداة شر تان دي تو سر فعلي مازي مازيتي كي نامينه توا ما بس ماوني ناتر صرف فعل ماضي ده صرف فعل ماضي بلان ناتر صرف فعل ماضي ماضي بونخي بحالي خوي ما بتوا اوي بسك يعني دبيب تشه تسر مضارع كبمعنى استقباله مضارع باشا ياب تشه تصرف فعل ماضي كماضيتي كي شرب تو ببيت استقبال مثلا باشا مثلا بفرس وقت يكتو اي خي تسر بلين فعلك ماضي إزما دبي بيجمان أو فعل ماضي لماضية شرابي طبعا جاء سؤال ده تبيش هو دلنا وقت إيس بيش تزر في زمان بو زماني ماضي بوا ده خو سبب أداة شرط ده خو شو خو بكارنا على واقع ده شو كأدوات شرط لقال معنى ماضي ناخد شو كأداة شرط عادة شرط بحثي لتعليقة مثلا توده بيني جوابك معلق كابت يوا تعليقي كابا شرطك وا واتشرتك رويدا جوابك جرودا دا مثلا ايه مثلا تقول إذ ما تقوم أقوم يعني هاتوك هستاي من شلصم يعني مثلا أمن هستاني خوم قريدا دن بهستاني تولا واقع دا ديو خوشتك اللي رابردو دا نابي طبيعة أوشتا أوشتشتك اللي آين دا دابد دابي اللي داهاتو دابي أو بحثك كزور جيغي سلن جلتان تيغنتي جابويا أم سؤالة دا تبيشوا وقت سيبو هي فرمي إذ ما حرفة ام جا اس پی اشتر ظرفی زمانی ماضی بوا دیخو استه لواقع دا اشتاک تک ده چه او بو ماضی بیو شرطش بو استقبال چون اشتی باده بیا جوابی جنابی سی بوی او فرمی او بلا از بطنیه ظرفی زمانی ماضیه بلا وقتی لگل ما دا ترکیب دکره ما که بگمان لماضیه و لایده دا دیبا برو استقبال آوایه اه بلا بشه چکل نحوی کانو که عرضم کردن امان دلن اسمه اصلا ازما هر ظرف لس ظرفيتي خوي ما وتواني كانديك مان لي قول لا بحث اللي كتب قتل النداده بلا منو يكبو من زور زور جيغي سر سرمان وعجيب وغريبه بلاي منو اويا كان نازانم سيره بيغمان كتبي كي كتبي كو مغنيدا كدبو يا ام بحثا زور بباشي تيرو بتسري بكلا چونك استش او اندي كوام من تماشا أكم بجواني استي دليل كان إرى أنا دراون كاتي سبحان الله لمغني لا بجي و بتيرو تسلي أو بحسب كاوكو زور يكشتي كي بتيرو تسلي كتون كاتي لسر لو لا داد دروا أصلا دو كلمة يطلعو دركا كم اختلاف يسال برادلا اسم برادلا انتيا برادلا حرف اي برحال وأم جابو بحسي إن عموما او بابزان بساده كبيرين او ايا بصورتي كي قشتي ان او بكاد جيره لشتيك او بكاد جيره كي احتمالي واقع بنيان هيا نكس الدرسات باشا ولشتيك شا بكاد جيره يعني لجملة كاتو ان بكاد جيره كمعنى ومزموني جملة كا احتمالي بيد الروب دا يا اصلا شكو قمان بيل الرودانكي يا لشتايك بكار دجيره واقع بني معنى او جمله زوزو نادر بي مثلا او يا حتى محل بلا واقع ده ان شو تماشا قران كا تقول لي مثلا بنمونه لحر شويه اذا كبحث ذكرت تماشا عندك
كم تروى لقرآن دا لشتيكا بكار جلابكا بو يقيم بلا واقع دا بزوري إن لمواردكا بكار جريكا أو مواردانا جيجي قمانا وإحتمالي واقع بوني أوشتانا زوزور كم أو بصورتي كيشتي بحثي إن إزماو كأرزم كدن باشان من باشا من لخزمتانا عرز كم بو عقل بكار دا جيري باشا إيه مثلا كقرآن فرمي فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح له أو فلا جناح جواب شرطك حج فعل شرطك ليرك أنا دا فمن حج البيت أحسن ليتي يعني أجا كسك باشا أجا كسك حج بيتي كده وخو بو عقلا بكار نجيل الواقع ده بو غير عقلا بكار ناجيل الواقع ده أو من ماش لخزمتنا عرس كم هربو جورا پیچوانی منه او عادتا لغیر عقلا دا بکرده جیره اه مثلا بو نمونه البته ما بتفصیل لمغنی دا قسمان لیه که دو بلان چون که ما منه غیر زمانیه ما منه زمانیه باشا مثلا یعنی زمانی ترین مثلا خواهی گروه فرمیه وما تقدمو لأنفسكم من خیرین تجدوه عند الله سولیتی اوی که او بو خوتانی پیش دخن باشا لچاکا لای خواه ودستان دکیتان این هیچ تلای خواه و نبی او زمانی شی تدانی لواقع تا مثلا اگه بلان با زمان بی فمستقامو لکم فاستقیمو لهم یعنی او ماویه که اوان راستنو دروستنو خلاصه کلام چیشو گرفتین تا یعنی راستو دروست بین لگل یعن بدرستی لگل یعن و جغلا چاولی اه زور چاکا مثلا یا تو دلی ما تجلیس اجلیس يعني او زمانه كواتو بفرس دانشتي هر او زمانه مجدا دانشم مثلا بو نمونه اي زرتك جالي ركاندا او مايا ما لواقع دا بنسبتي غير عقل وبكار دجيري لواقع دا بقشتي بنسبتي غير عقل وبكار دجيري بزوري اي اوش ما باشان أويك أو إنو أو إزماو أو منو أو ماو أوش متى متى لخزمتا عند عرسكم زر في زمانه لا أصل ده باشا إتر متزمني معنى الشرط الواقع ده باشا البته إما أدوات الشرط كمان هن أدوات الشرط غير جازم مثلا هو إذا أدات الشرطه بلان جازمانية باشا أيش بو مثلا بو زمان زر في زمانه باشا إيه جعل مثلا تو دلی متى تأتيني آتيك يعني هر كاتيك تو هاتي منش دين بولات باشا مثلا بلان فرقه لنا وروكي إذا ومتى دا لباري معنا دا ولباري عمل دا لباري عمل دا متى كدو في المزوم داك إذا كفي المزوم ناك الواقع دا بلان إذا بو وقتك وقتك دياري كلاو بيه بلان متى وقتك نامعلوم مطلقي وقت آوة إيه زور تاكا اوش بصورتي شي كرت باسي متى باشان ايون ايو ايش زور من هي لايودا نزيكي وزن بينز دانا من هي كيشان لواقع دا بو شرطة باشا ايو عموما علماء الله لأدات شرطة ابهام هي ابهامي ايو لنا وادوات شرطة لهم وان ينظر تدا چونك او بجواري مضاف اليه كيتي چونك ايو اضافه ذكره مثلا تقول اي رجل تكرم اكرم تقول اها اي كتاب تاخذ مثلا اخذ مثلا بس مثلا بفرض مثال ايه هندجر لواقع دا ماشي لقل داديت باشا ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ايه جاء ما بس اويا اضافه كده برو ذوي العقول أو بزر العقول مثلا أي رجل تكرم أها إذا فكرة برو غير زي العقول إيه تعرف ليتي وغير زي العقول يقول مثلا أي كتاب مثلا تأخذ أخذ مثلا إذا فكرة برو زمان ده بتزر في زمان مثلا دلي أي وقت تسافر أسافر إيه أوش بعصي إيه أيو باشان لخدمتنا عرض كم أيانا أويش زر في زمانا بلان لقل اواني كدا فرقه لو دايا زورتر ايانا بالنسبة زمانك و بكالجيرك او زمانا شتيش قورب يعني بوشتك بكالجير لناو كزر في زمانا كشتك قورب شتيك يعني تاو قورب يعني بوشتي ساد و ساكار
بكار ناجير يعني أما النكتيك كي وإن شاء الله أوشتتان لبيربيا مثلا مثلا رضي دلي مختص بالأمور العظامي بوشتي قولة بكار لجيري ومثلا أجانا مرصاها مثلا بونون أفتن أرسن لبيد أو أجانا ظرفي زماني بلا ما بس أويا لأصلا أبو جوري إيه زور تاكو يعني ما بس أويا لشرط كالاستفهام أو بكار لجيري لشرط إيش أهل ويا ما بس تاكا أويا مثلا إيه زور تاكو أوش أيانا باشان أين أين ظرف مكان بلان مكانك محدود يا مبهمة مثلا أين تذهب أصلا بو شو بتي مش دستم دي بو شو معلوم نيت شو إلى آخره أمش جاري ويا ما إلى قل داديت أما يا إبهامك لزر لو أين لو أين داهية زياتري لك مثلا خوي قد فرميه أينما تكونوا يدرككم الموت يعني إبهامك زوت الدبل لحال شو هنيك بن طبيعة كأجلتان هاد يتم مرجتان قاتي سوليتي يا مثلا القرآن الأول شو هنيك قاتوا أينما يوجهه لا يأتي بخير يا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا مثلا سوليتي لنتيجة دا كما كي لقل دابو عمو إبهامك لزرفة كدا هيا بقشتي تدبت زياتر دبت أوش أين باشان أوي كما وتواني بلا أن أيش ظرف مكانة مفيد عموما مثلا باشا دلين وكو علماء دلين لأين عموميتك زورتلا مثلا باشا مثلا بونمونا مثلا أو إبهاما بلين أو عموميتك لأين داهية لأن دا تبعة تشيا مثلا زياتر الأوقات أغش بحسي أن ظرف في مكانه ظرف في مكانه وكو اي نظر في مكانه ايش ظرف في مكانه زور باشا وباشا نو اي نو اوش ان ام جمع وتوا حيثما اجد او انا جوان درسكاني مغنيب بنظر كساني جوان لي بينا بهرحال ايش ظرف في مكانه مكاني مبهم لواقده ايه برضه لما بظهر في زمان بكار دجيلة بلان كم نان أوانية إيه بكم بكار دجيلة أو بلان وقت أم حيسو ما إلى قل دابو دب تأداتي شرط بتنيا حيسو أداتي شرطني أو بحصك أوية إيه باشا حيسو هتا ما إلى قل دانية إضافة دكتور بلان أجا ما يبيعوبو خلاص الكلام دب تأداتي شرطو إتر إضافش ناكرد إضافش ناكرد مثلا خوي قدر فرمي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة مثلا إيه؟ أوش حيث ما ما وتو مهما أجر لبيرتهم به لسر مهما هر لأولي قطر النداد لبعسي تعرف حرفا بعسي كاتا بيشو لسر مهما مهما اختلافي كي كرتي لسر كآية حرف يا اسم بلان راجح أو كاسم حرف نيلا قد أو اتأمجا برق دلن أصلكي تبو وخلاصي كلام بردلن بمعنى ما بردلن نخيل ما إبهام عموميتك زورت للواقع ده أو بردلن أصلك ما بوه وخلاصي كلام ما شكي بيه وبوه وأبدو بوته مع ما وإتر أمزة بجي أوين خلاصي كلام هي كاتو بوته مثلا مهما لواقع ده إيه زورتك إتكو مرأة دادي شرطي كمان هن أو احتمالا لحديقي بينجا كباسي مفردات اللي وده بقشتي وأبزام هندي شاندين لسال أوانو كاتقصدك أما أنا أدواتي شرطن كباشا جاء قولي يعني أصل أوي إن حرفة بلان لإزمادة اختلافها سيبوه بي حرفة بقي بيان اسمه إيه لمهما دا اختلافها كبلان اختلافها كمحل اعتبارني مطمئن بن مهما اسم بونك أصله إيه عليه وكل واحد منها يقتضي شرطا وجزاء هر دانيك ألم أدواته باشا أنا يعني هر كامل ألم أسماء أما أسماء الشرط يعني بيدلن باشا بقشتي لتان تقنسي أسماء الشرط يعني بيدلن باشا جازم يعني بيدلن أسماء الشرط يعني بيدلن كلم المجازات يعني بيدلن يعني أو كلماني كبو جزاء بكار دجيرين إيه باشا أما أنا يقتضي شرطا وجزاء أما ندى أخوازي شرط وجزاء يعني هر كامل ألمانا كباس مانك دو فعلي دوية فعلي كيمان دوية أي كات الشرط فعلي كيمان دوية لكاتة سي لكاتة جزاء الشرطك
جوان لب طلبك حالي بكن فعليكي شرطة فعليكي جزاي شرطة باشا هميشا شرطة كمثلا وقت يجمع حقق بو هاتجي جزاك دي تجي هتا شرطك نيتجي أو يا بحثك حتى شرطك نيتجي جزاي شرطك ناتجي بواتاجي كأو بلين شرطك سببا جزاك مسببا يعني نتيجة شرطك كأميان رويدا كشرطك رويدا محقق بو أم جاهج محقق نبي نبو نابي أو قاعدية كي جشتيا مثلا بونمونة ولا إذ ما تقوم أقوم أمن وكو مثلا بلم أم كدلم أقوم من كهل دستم هستانكي من قريدة دريبة شوا بشرتك يعني كشرتك محقق بو هستاني توبو نيش هل دستم أيقا نكرا ناكري إنج ناكري إذا تساكوا قاعدية كي جشتيا لبابي شرتا جا أم جاكاكا يقتل شرطا وجزاء ما جيدو في إليان دو يشان أولا هميشة شرطة دوميان جزاء شرطة أجا أبا بجورة دبن ماضيين يك أو مضارعين دو أو مختلفين أو السي أو تشوار ما إنه جان ماضي بن بون من أخوة يقول فرمي وإن عدتم عدنا بلان كدس نسر ماضي تازم ماضي كلم عنا دا ماضي نامين أو كوبون باس كدن دبيب مستقبل أو يك وإن عدتم عدنا إيه أو كلا قرآن ده هاتوا يهدو كان مضارع بن باشا وإن تعودوا نعد وإن تعودوا نعد هادو فعلك مزوم بن باشا بلان بو مازيكا چونك مازي مبنية محل جزمي هي إيه بلان أجر مختلف بون أجر مختلف بون إيتر أمزة أو كاتا تفاوتي هي مختلف بون شون يعني أوليا بلين ماضي بيه دوميان مزارع بيه اما بوفر هاتوا اوليا ماضي بيه دوميان مزارع بيه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد كانك كفعل ماضية شرطة بو منك نزد الأخوار وكمزارعة جواب شرطك باشا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه إيه باشان بالعكس كروانه شرطك مزارع به جواب شرطك معصيبت أما ين علماء بقشتي دلين لفصيحان هاتوا تناشونك لقرآن دا وابزان فراء ادعائك أول سورة شعراء كإن نشأ ننزل عليهم من السماء فظلت أعناقهم أم آتا لأولي سورة شعراء دهاتوا أجر خوشتان تفسير إعرابيتان لبردستابو مراجعك ابن مالك برحمة إخوابي إدعاءك لسر إدعاءك جنابي فرأوا كبيوايا أو آتا شوينك دبيتا شاهد بوتي بو او که ام شوازش لشر هاتی بی که شرطکه مزارع بی و جواب شرطکه ماضی بی چون که بگشتی علماء انکاری ام بشدکن باشه بگشتی علماء انکاری ام بشدکن زا اوانه تانگه تفسیری که اعرابی تانه برده سابو به هر حال دتوان مراجعه پیب کن او إن نشأ أوى أها إن نشأ باشا يق لحظة بيستم بعمل ويدوزم بيستم يق لحظة بقى تكتن لحظة بيستم لو سيو تشوارو اوانا دايا وابزانم ايس شوارتو تشوكا شيشي من هميشه لقل او اعتانا دا اويكا جماري اعتا كان كالب نسلنا كدو كاكي برا بلا اي تشوارا ان نشأ
ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. باشا لردا إن نشأ ننزل نشأ أو في لشرتك جماني تدانية ننزل إن نشأ ننزل ننزل جواب شرتك إشكالي تدانية باشا اهدت سك لخص متنا عرس كم سكلا سر فظلت فظلت باشا فظلت أم ظلت عطف بوصل جواب الشرط يعني بوصل ننزل باشا بوصل ننزل عطف بوصل أوي باشا وقت عطف بوصل أوي واتا عطفي فعل بوصل فعليك جواب أوش دبت الجواب عطف بوصل شرط دبت الشرط عطف بوصل جواب دبت الجواب ويا جاء لي ركان دا بحثك أوي كفراء وأزان مدعية بو أم بحثي كأويش أوي كدلي ظلت أم في عاطفية عطفي ظلت كما زي إيكاتو بصن ننزل وقت ننزل جوابي شرتك يا ظلت اشتاز جوابي شرتك لواقيدا دولي لدى أم صورة الرويدة كفعل شرتك من نشأ مزارع به جوابي شرتك من كظلت به ماضي به عامة علماء أمتك إنكاريو كان لواقع ده باشا أو أو والجمهور أو ادعاية فرأيان قبول يجابا من نسبة أو تفاصيلك يبالان أو عند بحر بزانانيو الجمهور أو تفصيل أو بابتك فرأ ديالا قبول ينيوكو قبول أو اشتكك إنكاري ناكلي بلان قصكش لنوعي خويدا اشتكي زائفني أو أو بابيت عمله مشتكي لاواز نيقص كيف الراء بلان منتهى أو قسم بلاو من قوية كبلين أنبشا هيا وكوبون أما زورنيا باشا زورنيا أو يبعصك هيا بلان وكوبون زورنيا لواقيدة إيه جائستي بلا لسر أنبشا من يعني دو قسمان هي إما ألي ردا جاء إدامي بحثك الدرن يكينا وكا آية كإما دلين إن تقوم أقوم أو تقوم أقوم كما تزومن آية واقعا بحرف شرطك ما تزومن يلا أويل لم كيبا أديبينين أويل كيبا كانك أديبينين روالتي بحثكان بدو أومان ديشيشن كبالة أداة الشرطكانا أو فعلا نمزون لكن بلان أو كعامل جزمك على شرط جزاك دا هر خدي أداة شرطك يانا اختلاف هي باشا صرا في دلي عامل لشرط جزا دا خدي أداة شرطك باشا أوك عامة بعمومي علماء قصي سرافيان قبول كدو لكتابة كان يندا قنجان ديانا أو أو باشان خليل مبرد ألين شرتك عمل لشرت هادك باشان شرتك أداتي شرتك عمل لجزاك داكن لجين لجواب الشرتك شون كربتان بيكم مثلا بلاي خليل مبرد وإن تقم أقم أقم بمجموعي إن تقم مجزوما نقبا إن بتنيا إيه شون كوان دلان حرف الشرط ضعيفة قدرتي بس دو عمل داناش كت باشا باشان أخفش دلي شرطك وكتولي وقت يكتد إن تقوم أقوم على شرطك مجزوما بإن بلان أقوم كجزاء الشرطك جواب الشرطك أو بحرف الشرطك مجزوميا بإنك بخدي فعل الشرطك مجزوما يعني بلا أخفش هو أقوم بفعل تقوم مجزوما أوش قصيكي كذور أجاب الأواقل إيه بلان كوفيا كان لوش سيتر قصاء كان دلن شرتك مزومة بأداة شرتك إلا إن تقوم أقوم دا مثلا تقوم مزومة بشرتك باشا أي جواب شرت دلن ولا جواب شرتك مزومة بجوار يعني كي يعني شرتك كتو دلي أقوم بمزومي ديخن چونك لبنا فيلكي مزوم دايا لبرو بمزومي ديخن يعني واتا ما يكشت من بودر كولم اختلاف دا يقدري مشترك
قدري مش قدري مشترك كأوية أو أندازي ك علماء لسري كوكن أو خالية واتخاليها وبشيانا كفعل شرتك أو قطعا ب حرف الشرتك يا اسم الشرتك مزومة طبعا اختلاف لجواب شرتك داهية ليرجدا هر أو ترجيح قصي سرافي تدري كوكو شرتك بأداة شرتك مزومة جواب شرتك شبه مزومة أو ولم بشي كان لا أو قصي أول قصي دوم لو بشدك حرف شرط بلام فعل شرط مزارع بيو جواب شرط كما ماضي بيه لواقع دا حديث يقدي النوانة ابن مالك أو حديثش بمستمسك ديني حديثك لا بلا ليرك يعني بلين لبابي قيام ليلة القدر باشا من الإيمان وزم حديثي سيوبيان جاء لبدا هاتوان يعني الأول بخاري دا باشا حديثك آوايا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من يقوم من الشرطية يقوم وفعل الشرطية ومزارعة غفر له غفر وجواب الشرطية ومعزية جناب ابن مالك لقالوا آيات دا كبعث ما كن فضل لد عناقهم دا كهنا ما نو بعث ما كن أم حديث جند الله لحديث اجتهاتوا جاري عامة علماء بحديث احتجاج ناكن لواقع دا بدليل يو تشون كدلان حديث تشون إجازة دراو بمعنى نقل بكري ولفزك إي بيغمبرنيا ناكل بكري تبنمايك بو استخراج قواعد أو رأي يعني لصدى خليك أبلم نودي علماء نحوه إيه أم حديثك هيلي جهما بس أولا من همي شك دلم زانا قورا كان من تماشافك كمان زور قوريا برو للو غدا إتر كسي سادة وساكارنيا كسي زور قورا نوانا مثلا بون من ابن حجر عسقلاني او ابن حجر كلولاتي مي بي ناس لا وحد الله ابن حجر محدثه وتاو لا بلا محدثه انكاري ناكل بلا لا فتح الباري ده لا شرح او حديثه دلتي دلل بكار جرتني شرط كب مزارع بكاري بجري جوابك ماضي به نزاع بين نحوي كان داهيه على اكثر نحوي كان تي انا انبشا منتفيه يعني كان بشا فعل شرطك مزارع به فعل جوابك ماضي بد إيه بزور بنحوي كان دلن لفسيحانه هاتوا إيه الله هندي شيء كإجازان دبلن كي أنا كما إسلالشان بو آتا كردوا وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آتا فظلت أنا أخو لها خافين كآيت شوار بلو سورة شوارها باشا شون كوكت من ظلت ماضيها عطف بوسط جواب دي عطف بوسط جواب هر جواب الواقع ده إيه ودل إسلام شان كله بام حديث كشفين معنا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ليرك أنا دا يقوم فعل شتكي ومزارعة غفرة فعل جوابك ومعزية إيه دل إسلام شان بام حديث كده أمزح ابن حجر وكن يقصد كده دل هو عندي في الاستدلال به نظر أجر أم حديث هذا كان مبنى بإثبات أو كفعل شرط مزارع به وجوابك ما زبيت على إرادي تدا چونك دليل لأنني أظنه من تصرف الرواة على من واد زانم أما دسكاري كديني راوية كان دسكاري أنك كليوانة مزارع إنا من يقوم يوما قام يا بلا عهد شان مثلا عفو من يقوم لولا شواء أو كيكشي مزارعة شوك ضلال أن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشتى والجزاء يعني ضلال أو رواياتنا كلام موردا هاتون موردا حديثا كلا أبو هريرة هاتون بقشتي أو روايات كان أود أن ينن كيقوم فعل شرتك لولا شواء جواب شرتك شر فعلي مزارع على واقع ده جام بس أويك بزانا كسيكوكو من حذر أسقلاني مجرد فقيه يجنبوا مجرد محدث يجنبوا أعوى تتسأل أو بحثانش ك يعني قد تماشى فتح الباري كان كمال بابتي نحوي ذو عجائب وجديد هذا زرافة كاريبا شيء كردوا أو فيها خايل الرأس بياخو إيه جاء أمزا فإن كان مضارعين أو الأول فالجزم أجل حد بشان مزارع بون يعني الشات جزاك يا أوليا كشرتك مزارع بو فالجزم أو مجزومون لأراده غير جزمه رقه كمان نيه باشا إيه
وإن كان الثاني وحده فهو ثاني بلا أجر فعلا باشا فعل دوهما كمان يعني مزارع كمان فعل دوام بوبتانيا باشا يعني تي شرطكنا ثانيك كجوابي شرطك يا مزارع بوبتانيا يعني ثانيك كجوابي شرطك يا مزارع بوبتانيا بلا لولاوا فعل شرط كمان مثلا معصيبه بلا جوابي شرط كمان كفعل دوامك يا بتنيا مزارع بو فوتشاني دو صورتها دو صورتك يشان رفعي شان جزمك أرجحة هل وكو رفع كشي هاتوا لو شو نشاك من لآياتك يا أخوين موانا بوم هنا نوكو شاهد كمختلف بن يعني مثلا بوش يوازا ومثلا أول ماضي به دوا مزارع به من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه نزد بمنزومها تولى القرآن ده كأولك شرطك ماضية بلان جواب شرطك مزارع أعوى باشا طلع أقل دوا مكابة تانية يعني دوا مكابة مبسي أويك فعل مزارع كمان دوا مكابة يعني جواب شرطك بتانية واتا فعل شرطك مزارع نبو فقط جواب شرطك مزارع اوه فهو تاني دو جور هيا يعني دتواني برفشو خين تفهمي جزم الرشويني ايه بلان جزمك طبيعتا زورتر وراجحة باشا اما كوفيا كان او يستيرا دلن واجب مرفعي ويخويني مثلا ان ضربتا اضرب واخوينم يا اضرب واخوينم عامي علماء دلن اضرب واخويني اصل اوه باشا بلان كوف يكان دلين واجب مرفوع وإخواني بو چونك دلين جزمان لجواب داوكو باسمان كير بو جيوارا دي وقت شرطكا كمجزوم نابل لفظ دا با جواب شرطكاش مجزوم نابلت اه زور تشاك بله بلان اگر او توجيهي كوف يكانا بلان اگر ريكاود فعلي شرطكا كمزارع بو عفو اگر ریکود فعلی شرطک ماضی بو بلان جواب شرطک مزارع بو مرفوعش بو منظوم نبو توجیه که بدو جور کلاوه که هدو چان اکثرا ایرادی لیده جیره بلان یکیان لای زور بیل علماء جی ایراد نیا اگر جواب شرطک مزارع بو بلان شرطک ماضی بو جواب شرطک منظوم نبو بلکو مرفوع بو او دا دلان لنیتی تقدیم دا يعني چی؟ يعني او بحثك كلا شزور ده خوندو معنى الواقع ده لرده با تاوتوينه كنان هلا بحثي مجزوماته بحثي كي زور تيرو تسليش الواقع ده ومشام بين الله زور جواني هنا كدالة لنيتي تقديم ده الواقع ده او بويا مرفوعين لأصلا مجزومة برش كش دلن او لنيته في لقلا باشا في لواقع دا يعني في لسرف كم محذوف وكم رأي مباردة بزوري اقا مرفوع بو بو شوازة بكاري لقرب يعني بو شوازة توجيهي بو اكن جا تفصيلي ان بحث من لشزور دا كردوا جوي لبقرن لبحثي مدزوماتا اه باشا وكل جزاء يمتنع جعله شرطا فالفاء لازمة لله زور قصيك درست حسابيه اما دبينين لزور شوين دا جواب شرطك فيه لسرا او بحثي كي زور جالبا و باشترين بحثيش من هر لو كتبانا دا لسر او كردوا لهداية وبقدا يعني قاعدية كمان داتا لس اره لشوه دا جواب شرط فيه دويت لشوه دا دي او بحثيكا اما بو من تاوتوه دکا یعنی یک قاعده من داده تا دازداله ام قاعده بده سو بگرن لجاتیش که ام قاعده دا لهر شوینه خلاصه کلام ام قاعده اجرا کم نتیجه که تن لزقی داخو فیتی داده بید لجوابی شده که یعنی علا هر جزایک باشه هر جوابی شده کنک را یمتنع جعلو شدن هی جعلو تیتو با جزا کم هر جزایک کنک را ببیت شرط باشه فالفاء لازمة لا في بيوست له بوشي بو جزاكا ديكا كرسيتا بو جزاكا يعني دلال جزاكا بدستو بقرا باشا اگر جزاكا
دله بي برجه فعل شرطه كداني ا دكري ادات شتيب تسريان يعني جزاكا حليق لبي برجه غير شرطك ايا ممانعتك هي مانعك هي لبردم او داك ادات شتيب تسريان اگر مانعك نبو لبردم لبردمي دا كادات شتيب تسر او فيناوي بلان اگر لو انا بو كندك لا ادات شتيب تسر في دي مثلا بو نمونه جزاكا من اسمه بی بر زیر شرط که دخو ادای شرطی تسر نه ولا نیست چون ادای شرط تسریس دو اگر جواب شرط که من جمله اسمی بو چی دوید فعل دوید بونمونا جواب شرط که من فعلی امره بی بر جگه شرط که اره اینی تی تسر نه ولا نیست داتی نه تسر فعلی امر دو کبو به جواب شرط مثلا فعل دوید بونمونا آو آره جواب شرط که من قدی لگال داره مازی و قدی لگال داره داشو بیخره جگه شرط که اینی داخل سیت سر یا نه ولی اینی نه سیت سر تاوله نه ولی اینی نه سیت سر دو لاله نتیجه فیده بی آوا زور ساده زمان زم که آن یکون او کو که آن یکون جمله اسمیه اگه جمله باش شو که مثلا جمله اسمیه بید آو مثال کنی نمالا مشاهده قرآن تام بودیم اگه جمله اسمیه بید مثلا او کو و این یمصص که بیخیرین فهو علی کلش قدیر هو على كل شيء خلي جملة اسمية يا أها في شو تصر أما يك أو إنشائية تانية جملة كجملة إنشائية بيت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني فعل أمر أها في شو تصر فعل إنشائية أو فعل جامدا يا فعل جامد إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي هسي عصى ربي أو فعل جامد وبه تجواب شد دو إني ناتي تصر بويلة دا فيتو تسر عصا إيه أو ماضي مقرونا بقد يا فعل ماضي بجواب شرطك قد لقلابو مثلا كتان إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فقد سرق أهان ساوليتي أو سرق لبدا بون من قد لقل دا بو فيتو تسر مثلا إيه زي مثالا كنم تابو خيدوني إن تقوم فأنا أقوم أو ليرا دا أنا أقوم جمل اسمية فيتو تسر باشا يا أمزا إن تقوم فأكرمني فأكرمني باشا وأكرمني فعل أمر بو فيت وتصر فعل إنشاء أو فعسى أن أقوم إن تقوم فعسى أن أقوم أو عسى أن أقوم فعل جواب شتى وبلانشون كفعل جامد فيت وتصر يا إن تقوم فقد قمت تقول أو تشونك قمت فعل جواب شتى وقد لقلا بو فيت وتصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.